ارشح ولا ما ارشح وبين بعض الشيء؟ رشح رشح واعطني. انا طال عمرك اول شيء الترشيح يروح مني لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. اول شيء الدق عنده دق قوي وصدر حريقه. تجينا اللقيه طال عمرك احسب منها ثنيه. الفصام طال عمرك اسم كبير ورشح له. تفضل. طيب. انا عساس اليوم خبري الصمان مليان تمام. لا تنشدني على ترشيحك. ترشيح ابو علي. الاول طال عمرك الفصام والثاني بن بطي وبس. والله انا اقول لان الديربي خليجي وقد يكون عبر الغويفات وابارك للفائزين كلهم والفصام جاب ابل وبن بطي جاب ابل. عز الله جاب ابل. احنا وصلنا الى نهايه حلقتنا. في حاجه اليوم دقيقه ما في وقت. الوقت والله ما عندي وقت مره ابو زايد. موعدنا مع